دون استقبل اتصال تليفوني ونقول ألو. 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 أيوة. ألو. أيوة مساء الخير. أنا اسمي سلمى. إزيك يا سلمى؟ أنا عندي 17 سنة. إزي حضرتك؟ الحمد لله تمام زي الفل. مرتبطة يا سلمى؟ طيب الحمد لله. قولي لي بقى إيه الحكاية؟ أنا كنت بحب اللي أنا مرتبطة بيه جدا جدا وهو كان بيحبني. يعني مش واثقة بس ده قوي. كنا عايشين حياة سعيدة زي أول سنين يعني بيحبوا بعض في أول بيكونوا عايشين حياة سعيدة. بعدين حصلت شوية مشاكل واتخانقنا وبعدين رجعنا بنحب بعض تاني زي الأول ويمكن أكتر كمان. وبعدين هو قال لي إن هو يعني عايز يجي يتقدم وكده وأنا قلت له لا خليه يعني بعد شوية لما أدخل الجامعة عشان أهلي مش هيوافقوا دلوقتي. فراح قايل لي خلاص ماشي بس انا عايز يعني اكون معرف اي حد من اهلك. فانا قلت له لا بلاش لما ادخل الجامعه. فراح قايل لي خلاص موافق وبعدين كنت قاعده منها يعني عادي. وبعدين انا مكنتش بعرف اشوف دراسه خالص تقريبا بس بعد كده يعني قلت خلاص هو ممكن يجي للبيت ويعني نقعد مع بعض عادي. بس هو مكنش بيخش. وبعدين كنا بنقعد 5 دقايق بالظبط وبينزل مرة كل أسبوع تقريبا. كنا بنقعد عادي نتكلم ومنهزر وفي مرة راح يعني عمل معي علاقة بس مش كاملة. ساعتها أنا زعلت منه جدا وقلت له إن أنا يعني مش هكلمه تاني وكده. وبعدين هو حاول يتصل بيا كتير فبعدين قلت خلاص وسامحته بعديها يعني بفترة. وبعدين راح رجع يعني قلت انا كنت عايزه يعني ارجع الثقه اللي روحت دي. فقلت خلاص انا هنسى الموضوع وهبدا من اول وجديد معاه. وبعدين قلت له ان انا اجي يعني معاه يعني يجي عندي في البيت تاني عادي زي كل مره مش حصل حاجه. وبعدين راح جه وبرضك عمل معايا علاقه بس مش كامله. انت ما قاومتيش لما بيجي يعمل معاكي علاقه؟ كنت بقاوم بس ولا كأني بقاوم. يعني ولا كأنك بتقاومي لأنك إنسانة ضعيفة جدا ولا كأنك بتقاومي لأنك يعني موافقة بس مش موافقة كاملة يعني؟ لا إيه ضعيفة. ضعيفة نفسيا ولا ضعيفة جسمانيا؟ الاثنين. يعني نفسيا بتضعفي قدامه فبتقبلي العلاقة وبعد كده ترجعي تزعلي؟ وبعدين؟ وبعدين من ساعتها ما بقتش اكلمه خالص. هو حاول يتصل بيا كتير وقعد يعتذر لي. وانت بتجيبيه البيت في الوقت اللي ما يكونش في حد في البيت؟ اه. ماما في الشغل وبابا في الشغل وكده؟ اه. ما حدش من الجيران بياخد باله وهو طالع وهو نازل؟ لا بيكون الصبح. ما هو الصبح دي ما فيش جيران ما فيش. لا بيكون نازلوا كلهم الشغل. مش بتكلم على بابا وماما بتكلم على الجيران. واحده ست نازله تجيب حاجه للبيت عيل طالع اي حاجه كده؟ لا ما بيكونش في حد. الشارع ما فيهوش حد يشوف حد شاب غريب داخل العماره؟ لا احنا مش من النوع اللي هو الشارع بيبص وبيدقق يعني من اللي داخل ومن اللي خارج. دي تهيؤات بيتهيألك اكيد الناس بتبص وتفكر. طب وبعدين اتفضلي. بس هو حاول يتصل بيا كتير وانا مساعده مش عارفه اعمل ايه. طيب انت عايزه رايي؟ غيري رقم تليفونك ولو عندك على فيسبوك شيليه اعملي له بلوك. عايزه رايي؟ اللي بتحبيه ده ما احترمكيش وانت ما احترمتيش نفسك. انت اللي فتحتي باب بيتك او بلاش باب بيتك باب بيت ابوكي وامك لشخص غريب يدخله في غيابهم علشان يمارس فيه رذيلة مع بنتهم. انت اللي فتحتي بيت ابوكي وامك اللي مأمنينك الامانة ومدينلك الامان لولد يخش البيت وهم غايبين والولد قبل هذا الوضع. انت اللي سبتي نفسك ليه ومهما بتقولي ان انا قاومت وعمل معاكي مرة واتنين العلاقة المرة دي مش كاملة والتانية مش كاملة التالتة تبقى كاملة وممكن يبقى فيها حمل وفيها مصيبة.
لان انت بتضعفي ما بتقدريش تعملي معاه حاجه. وهو وضع طبيعي جدا ولا يفرق معاه حاجه، وانس انه خد اللي هو عايزه نزل، وهيرجع لك تاني على فكره عشان ياخد اللي هو عايزه، لان انت فتحتي له الباب. زي المدمن اللي لقى دولاب بيبيع له مخدرات ببلاش، هيروح له يخش يصبح على المعلم، صباح الفل يا معلم يا جميل يا قمر، ده انت وحشني والنعمه، يقوم مديله حته الحشيش بتاعته ببلاش. انما يحافظ عليكي امتى؟ لو شقي وتعب وطفح الكوته عشان ياخدك، لو اشتغل وشقي وتعب وجاب ابوه وامه وصرف دم قلبه وعمل فرح وعمل خطوبه وعمل واوى خلافه، يحافظ عليكي ويحطك في عينيه. انما طالما خدك رخيص، متخيل انه يحافظ عليكي؟ لا، اللي ياخد حاجه رخيصه يرميها رخيص، او بمعنى اصح ممكن يرميها حتى في الزباله.